مرحبا يا أعزائي الطلبة، كيف حالكم؟ سأروي لكم قصة قصيرة. كان هناك صنفور صغير يشعر بالحيرة، فأمامه ثلاثة أطباق مليئة بالحلوى اللذيذة ويريد أن يعدها. في الطبق الأول يوجد حبتان، والطبق الثاني حبتان، والطبق الثالث أيضا حبتان. فقام صنفور بجمع هذه الحبات، قام بجمع أعداد الحبات. قال: في الطبق الأول يوجد اثنان، والطبق الثاني اثنان، والطبق الثالث أيضا حبتان. فقال في نفسه: اثنان زائد اثنان يساوي أربعة، واثنان كم يساوي؟ أربعة زائد اثنان يساوي ستة. فسمعه بابا صنفور فقال له: أحسنت يا بني، ولكن هناك طريقة أخرى يجب أن تتعلمها فأنت كبرت، ما رأيك أن أعلمك إياها؟ فقال له: بالطبع يا أبي، هيا علمني وأنا سأفهم جيدا. قال له بابا صنفور: أنت لديك ثلاثة أطباق، فنضع العدد ثلاثة، ومن ثم نضع علامة تدل على الضرب وهي إكس، ومن ثم نعد العناصر في مجموعة اثنان، ونقول ثلاثة ضرب اثنان يساوي ستة. فعملية الضرب يا بني هي اختصار تكرار الجمع. إذن عملية الضرب هي اختصار تكرار الجمع، وهي أسهل علينا من أن نجمع أكثر من عدد. أما إذا أضفنا لكل مجموعة حبة من الحلوى فأصبح في كل مجموعة ثلاث حبات. فبدل أن نجمع ونقول ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة يساوي تسعة، نعد عدد المجموعات وهي ثلاثة، ونضع الضرب، ونعد عدد العناصر في المجموعة وهي ثلاثة، فنقول ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة، وهذه اسمها جملة الضرب. المضروب فيه ضرب، هذه علامة الضرب، إكس علامة الضرب، ضرب عدد العناصر يساوي ناتج الضرب. إذن ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة. أريد منكم أعزائي الطلبة أن تحضروا مجموعة من الصحون أو مجموعة من الكؤوس وعناصر معينة، بشرط أن تقوموا بتوزيع العناصر بشكل متساوي على المجموعات. فأنا هنا وضعت في كل مجموعة ثلاث كرات، والآن أريد أن أعرف كم عدد العناصر في جميع هذه المجموعات. ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة يساوي كم؟ إذن في كل مجموعة يوجد ثلاث كرات ولدي أربع مجموعات، فأقوم بجمع أول عددين، ثلاثة زائد ثلاثة كم يساوي؟ ستة، وثلاثة زائد ثلاثة كم يساوي؟ ستة. إذن ستة زائد ستة يساوي اثنا عشر. فبدل من أن أكرر جمع الأعداد، أريد أن أستخدم عملية أخرى اسمها عملية الضرب. عملية الضرب: أولا نكتب عدد المجموعات. كم لدينا مجموعة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، لدي أربعة مجموعات، ومن ثم أضع علامة الضرب وهي X،
عدد ومن ثم عدد العناصر في المجموعة. عدد العناصر في المجموعة 3، فأصبح لدي جملة جمع 4 ضرب 3 يساوي 12، وهذه اسمها جملة